بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. انتهينا في القسم السابق في حديثنا عن مؤشرات الربحية التجارية في ظل التأكد، والنهاردة إن شاء الله بنستكمل حديثنا عن مؤشرات الربحية التجارية بس في ظل عدم التأكد. ابتداء احنا يعني ذكرت فيما سبق ان فيه فرق بين التأكد وعدم التأكد في موضوع او في حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تسود مجتمع من المجتمعات. فاحنا كنا بنفترض فيما سبق ان يعني لا يوجد تضخم، لا يوجد انكماش، وكانت الصفة السائدة او الحالة العامة في الاقتصاد وفي المجتمع هي نوع من الاستقرار. اما الان في ظل هذا القسم سوف نتعرض لحساب مؤشرات الربحية التجارية مرة اخرى، ولكن في ظل تغير الظروف الاقتصادية من تضخم وانكماش واستقرار. طيب ابتداء بنقول ان مؤشرات الربحية في ظل عدم التأكد في العديد من المؤشرات حقيقة، فمن اهم تلك المؤشرات موضوع القيمة وحساب وتقدير القيمة المتوقعة. والقيمة المتوقعة يعني ابتداء ليست هي الوحيدة، وإنما القيمة المتوقعة ومعها بعض المعايير الأخرى زي مثلا الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لقياس درجة الخطورة والتشتت، وكمان بعد كده إن شاء الله هنتعرض لنظرية المباريات، وفي الآخر خالص ممكن نتعرض لتحليل الحساسية بتاعة المشروع. يعني إذن مؤشرات الربحية التجارية في ظل عدم التأكد فيه معايير كتيرة هنتعرض لها بإذن الله، اللي هي من أهمها القيمة المتوقعة والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وكمان نظرية المباريات وفي الاخر تحليل الحساسية. طيب نبدا على بركة الله ونتكلم في اول حاجة او في اول معيار او مؤشر لنا للربحية التجارية في ظل عدم التأكد اللي هو القيمة المتوقعة. بنقول القيمة المتوقعة، ما هي القيمة المتوقعة؟ هي القيمة المتوسطة، باختصار هي القيمة المتوسطة ولكن مرجحة بأوزان نسبية معينة أو بنسب احتمال معينة. يبقى هي ما هي إلا قيمة متوسطة ولكن مضروبة في نسب احتمال معين. طيب عشان نخش في الموضوع على طول وما نضيعش وقت، بنقول إن القيمة المتوقعة ازاي نحسبها؟ عشان نحسبها لازم ناخد مثال عملي عشان نعرف ونتدرب ازاي نحسب القيمة المتوقعة اللي هي اول مؤشر من مؤشرات الربحية التجارية بس في ظل ظروف عدم التأكد. ناخد المثال معنا. المثال الاول بيقول ايه في هذا المثال؟ قدرت التكاليف الاستثمارية لأحد المشروعات بمبلغ 160 ألف ريال في بداية السنة الأولى من عمر المشروع المقدر بثلاث سنوات، ويقدر سعر الفايدة الموجود في السوق طبعا ب10%، وقد تم تقدير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية واحتمالات حدوثها على النحو التالي، وأعطاني البيانات اللي انتم شايفينها أمام حضراتكم على السبورة الآن. يعني الظروف الاقتصادية كانت تضخما وانكماشا واستقرارا، واحتمال التحقق للتضخم كان 20% والانكماش 10% والاستقرار 70%، وكان صافي التدفق النقدي السنوي في السنة الأولى 180 ثم 80 ثم 140، في السنة الثانية 190 ثم 90 ثم 160، وفي السنة الثالثة كان 200 ثم 100 ثم 170. والمطلوب من حضراتكم الآن حساب صافي، حساب القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية. عشان نحسب دلوقتي القيمة المتوقعة لصافي القيمة عشان نحسب القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية أو صافي القيمة الحالية المتوقعة، لابد أن أحصل ابتداء على القيمة المتوقعة. إزاي أحصل على القيمة المتوقعة؟ أحسب إزاي القيمة المتوقعة في البداية؟ حاجة بسيطة جدا. دلوقتي احنا عندنا في السنة الأولى ايه؟ المعطيات، من المعطيات 180 و 180 ثم 80 ثم 140، وعندي نسبة احتمال محققة في كل احتمال من هذه الاحتمالات. يعني عندي 180 قصادها 20%، يعني نسبة التحقق 20%، و 80 قصادها 10%، وال 140 قصادها 70%. الحكاية بسيطة خالص. في السنة امسك سنة سنة، امسك سنة سنة، في السنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. في السنة الأولى اقول 180 القيمة المتوقعة في السنة الأولى تساوي 180 ضرب 20% زائد 80 ضرب 10% زائد 140 ضرب 70%. اهي نفس الكلام اللي انا حكيته بالضبط. يبقى 180 في 20 زائد 80 في 10% زائد 140 في 70%. الحسبة دي بالآلة حاسبة على طول هتعطيني 142. الكلام ده في السنة الأولى، يعني أنا بمسك عمود عمود أو سنة سنة. طب في السنة الثانية عندي القيم بتاعتي 190 90 160، ال 190 أضربها برضو في نسبة الاحتمال، وال 90 في نسبة الاحتمال، وال 160 برضو في نسبة الاحتمال. فالقيمة المتوقعة في السنة الثانية تساوي 190 ضرب 20% زائد ال 90 ضرب 10% زائد ال 160 ضرب 70% زائد، يعني هتحصل باستخدام الآلة الحاسبة من خلال اللي أنا حكيته دوت إلى القيمة المتوقعة في السنة الثانية اللي هي هتساوي بالظبط 159. فاضل لي السنة الثالثة. في السنة الثالثة برضو عندي 200 100 170
يبقى القيمة المتوقعة في السنة الثالثة بتساوي 200 في 20% زائد 100 في 10% زائد 170 في 70%، بالآلة الحاسبة هحصل على القيمة المتوقعة في السنة الثالثة يعني 169. يبقى أنا دلوقتي اختصرت كل البيانات اللي موجودة في الجدول ده لثلاثة أرقام اللي مكتوبة باللون الأحمر: 142 في السنة الأولى، 159 في السنة الثانية، 169 في السنة الثالثة. طبعا الأرقام الثلاثة الحمراء اللي أنا كتبتها باللون الأحمر هذه هي دي اللي هتستخدم في حساب صافي القيمة الحالية المتوقعة إزاي وفقا للجدول اللي أنا هنعمله في الصفحة التالية. فأنا بقول دلوقتي إيه؟ حساب صافي القيمة الحالية المتوقعة. طبعا أنا بعد المشروع بتاعي، وطبعا المعلومات اللي المكتوبة بالأسود هي المعطيات، هو كده دي بس المعطيات الموضوع المتاحة لدي، والباقي اللي هيكتبه بالألوان المختلفة طبعا دي الحسابات بتاعتي اللي أنا بسويه. فأنا بحسب دلوقتي صافي القيمة الحالية المتوقعة لهذا المشروع اللي وفقا للمعطيات اللي احنا انتهينا منها من شوية. طيب تكاليف المشروع كانت 160، تكاليف المشروع كانت 160، وكان معدل الخصم عند 10% وفقا للمعطيات الموجوده في المثال. طيب بالنسبه للقيمه المتوقعه لصافي التدفق في السنه الاولى احنا حصلنا على 142 احنا اللي حسبناها من شويه، وبعدين في السنه الثانيه حصلنا على 159، وفي السنه الثالثه حصلنا على 169. طيب معامل الخصم عند 10% زي ما تعلمنا مرارا وتكرارا يعني كيفية حساب معامل الخصم، برضو هعيدها كمان للمرة الرابعة او الخامسة، بقول ان معامل الخصم يساوي اهو هنعيدها تاني عام تاني وتالت ورابع، معلش الاهمية، 1/1 + 2 الكل السموم، يعني برضو بتساوي وفقا للمعطيات 1/1 + 10% الكل أس إيه؟ أس نون، يعني الكلام ده بيساوي 1/1 يعني أس، هنعمله كده 1/1 ما هي 1/10 يعني 10 من 8 أس 0، وبعدين 1/1 الكل أس 1، وبعدين 1/1 الكل أس 2، وهكذا. وهنأتي القيم هنا وهنا وهنجمع هذه الأرقام كما اتفقنا وكما تعلمنا فيما سبق. المهم في السنة صفر على طول بنحصل على أن معامل الخصم عند السنة صفر على طول 1 صحيح، وفي السنة الأولى وفقا للحسابات اللي أنا اتعلمناها مرارا وتكرارا هتكون هنا 909 وهنا 826 من 1000 وهنا 751 من 1000. طيب الحسابات تمشي ازاي؟ سهلة جدا ومعروفة واحنا عملناها مرارا برضو وتكرارا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هضرب الرقم ده في الرقم ده هيساوي الرقم ده، وده في ده يساوي ده، ده في ده يساوي ده، هذا في هذا هيساوي هذا. طيب يلا 160 في 1 يعني ب 160، وهحطها برضو ما بين قوسين على انها ايه؟ فلوس خارجة من عندي، توقعات القيمة حاليا قيمة ايه؟ قيمة متوقعة ولكنها خارجة. بعد كده 909 من 1000 ضرب 142 هتساوي 129.78. بعد كده لما اضرب الرقم ده في الرقم ده هحصل على 131.3. بعد كده لما اضرب الرقم ده في الرقم ده هحصل على 126.9. طيب لو جمعت دلوقتي الارقام دي، ده هذا مع هذا مع هذا اللي هي الدخله ناقص الخارجه، هحصل على صافي القيمه الحاليه المتوقعه في هذا المربع الاخير اللي هي تقريبا هتطلع حوالي 227.3. طبعا احنا بنلاحظ بقى الرقم ده موجب ولا سالب، نسال نفسنا سؤال، هذا رقم موجب ولا سالب؟ والله طلع رقم موجب، يبقى اذا يقبل المشروع الاستثماري. يبقى وفقا لمعيار القيمه المتوقعه يقبل هذا المشروع، ليه؟ لانه حصلنا من خلاله على قيمه موجبه، يبقى قراري الاستثماري انه يقبل المشروع طالما صافي القيمه الحاليه المتوقعه طلع رقم موجب.